ريحة الدوار. ثم ديال عندكم المولي المدينة عندكم تبقاو فايقين تفرجوا في فيلمات تلفازات إلى آخره، أزليات كذا 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 كذا، تنعسوا مع 12 هذيك نعشتكم معداد الربعة ونص الخمسة الله روب، هذا اللي فاق بكري تاد العشية، وإذا بغي يفطر بغي يصوم رمضان وعادي ينوض الفطور والو. داك الشيء باش كان جا تاتا كان هو كاين ذاك الآخر لي قوت لي قوت تاتا الحكيك ديال لي قوت لما لي قوت ولا لي قوت ولا اش كتقولوا انتم، وإذا بغي يصوم رمضان هذا راه يدير عاف الخميرة تاع نهار الليل باش يرقد باش يبقى ناعس، والباركين تاع العروبية كل شيء فيه متخم، نوضوا بكري ظلوا صايمين، راجل ظل خدام عرقان مع راسو بالعصابي طردق، ومال المدينة اللي دويتي وفي كاين حاجة اللي عندنا واعرة شنو هي؟ في رمضان وهو الناس اللي يكميو اللي يتقطعوا اللي يكميو التدريحة يبداو يضربوا مع العشرة ديال الصباح. اش كيبداو يديروا؟ يضربوا مع العشرة ديال الصباح يبدا يضرب. الله يرضي عليك، هادو صحاب التدريحة. هادو صحاب التدريحة، مال القارو مع 12 يبداو يضربوا يبداو يضربوا، مال اللي يكميو الكيف زيد، مال السبسي مع الربعة ونص الخمسة تصيبوا الشاوط لحقتي العدو السلام عليكم. مع العصر؟ مع العصر وديك جي. كيطلعوا لانطيرات؟ لانطيرات يطلعوا ما يبقى يشوف عشرة الأحمر. وتمناش من هادو ديال العشرة ولا ديال الوحدة ولا ديال لا أنا كنت نكمي كنت مع الوحدة ونص الجوج يجمعوا لي أولاد علي ما يبقى يبان لي حد شيء، الله نعود نحك في راسي. الله يرحم الوالدين. هادو اللي كيتقطعوا تما قطعوا مال مال القطعة تاع الخبز أعطيه 11 لارو ويبدا يشاطي. الله يرضي عليك. مالنا برضو عندنا رمضان احنا بوحدنا ومالنا لا المال مال ما يصوموش. باغي يصوم تالا تالا المال عين جاع. كاينين اصاحبي كيبانوا في السوق. باش تعرف دابا باش تعرف بنادم غلبوا الصيام. غلبوا الصيام بنادم مع بعض تصيبي نقدتو صفارت مع ديك 11 وربع. تعرفوا النيفو صفار؟ النيفو صفار قول جاع. صافي. ما نتذكروش عليه راه قضى عليه رمضان. الله واللي تصيبي باقي تامر مع راسه موقضو وخدودو مطشتشين حمرين هذاك يصوم النهار كامل ما تضروش حاجه. وهذوك مساكن اللي كيقهروا من الصاد يعودوا لابدين يجربوا الحيوط بحال النعاج. هذاك كاينه شي ماركه كيقضي عليها الصهد كيجيبوا يفرشوا لي عاد الخابيه تاعت الماء. كيولي باغي على الروده تسرد لي شي خنشه ولا شي طلميط وتحطوا لي ويتشبح فوق منه والدريات بناته وولاده ويرشوا عليه في الماء، هذاك راه سير يموت عدي السبيطار. هذاك يعود فين باغي بحال النعناع الا حيدوا عليه الماء. الا حيدوا عليه الماء يسكر. كرمشي. الله يرحم الوالدين اخي. انت من هاد ولا لا؟ انا من دوك الناس اللي صوموا. كيرشوا عليك بنات؟ لا انا رشوا عليا بعد كنت يلا بديت نصوم، هاك الساعه باقي ما والش. المعطي واش باقي عاقل على النهار الاول غتصوم؟ النهار الاول غتصوم؟ النهار الاول غنصوم عاقل عليه. عاقل عليه؟ عاقل عليه. واش خيطتي النهار ولا لا؟ كملته. بصح نيت؟ كملت النهار. والنهار هذيك الساعه جا في الصيف ولا باقي ما باقي ما رشدتش باقي ما حقش عليا رمضان. ويني واش صمتي في يامات السمين؟ في الصهد. في يامات الصهد السمين. الصهد حار. النهار حرارة. النهار مجبد أصلا. الحار النهار مجبد وأنا باقي صغير وباقي ما حقش عليا رمضان. ويني كي درتي؟ صمت وبقيت نتلهوت وصايم مع راسي، والوالدة الله يرحمها مسكينة تقول يا وليدي افطر باقي ما حقش عليك، نهاري حق لك والله ما يخلي لك نص ساعة. قلت لها بدي خليني ندرب رانا في 16 درك، انا سير ندرب الله يرحمها ديك على رمضان باش ما يقضيش عليك. وفعلا ديك الايامات اللي صمنا قبل لا يحق علينا رمضان هي بحال دوزنا فيها 16 ديالنا. دابا المعطي كاينين يعني الناس اللي كيصوموا عمس نهار اليوم دراري صغار كيصوموا نص نهار اليوم والغدا يصوموا نص نهار هاو خيطوا. لا كاين اللي صوم تنهار لا روب تا هو يفطر مع الربعه ولا مع الجوج ونص ولا مع الثلاثه يظل كاين كاينين ماركات كاينين ماركات دراري صغار يصوم يقول لي صوم تال 12 انا غنصوم امي تال 12 ولا غنصوم تال الوحده هذوك تما يبداو تما يتسجلوا اليوم انا صمت تال 12 الاخر يقول لي انا صمت تال 12 ونص لا ويبدا مسابقه ويدربوا على رمضان. هذا الشيء في القديم. هذا الشيء في القديم. ما عمر طرات شي ماني راه شي واحد كان صايم في رمضان وعاد عاد بدا ياكل وسط السوق وجاو بداو عليه. لا ما يداوش عليه شكون يبغى يداو عليه؟ حصلوا شي واحد كياكل. ما عمركم حصلتوا شي واحد في الجمعه؟ انا اللي داوي معاك خدام انا وخو هاد صاحبي السي مصطفى السي احمد خدامين حدا بوكراين عند الباب ديال البطوار خدامين اسيدي دابعين واحد العجل جيد وننزل على واحد الملج مناصه واحد السيد مسكين قال لي صوب صوب ما عطيش الحيمه حمودي الله يرحمه ولا باقي حي ولا الله علم بينه وبين قال لي صوب صوب لي شي الحيمه تاع ولد صالح
سار صوبني الحيوان نزلت على ذاك المرش لحداك المخ قدك شدوا بدلك سرطوا في رمضان في رمضان العار. قلت لي اش كاين اشري سلم قال لي سهاي ثوري قلت لي صافي دايز لك عسير نقول كون في 100 غرام ولا صح 100 غرام سرطوا ناري ناري اضرب المخ مسيكين ضرب المخ في رمضان وما دارش الفران ما دارش الفران لكن يخرج عنده نهار مزيان ياك السي وانت اللي حاضر اخي تلي حاضر المخ تترك اللي فرد ترك اللي في كرشو وغادي مزيان صايب الارض خاوية ما وقفتها القاع الله يرضيك دابا بعد بعد الناس ديال ولاد سي بن داود بعد يجيهم الحرنة ويجيهم الشوم فين يركنوا في رمضان فين يرقدوا في العين فين يجيو العين قيسر العين ديال قيسر هذيك العين ديال قيسر كان فيها واحد التساريج كاين الراجل اللي يوم الجمعه هنا كيقضي عليهم الصهد الراجل ما يهود كامل صين ما يلحق القاع تا يشرب وهذا قاعد راسو يبان لك في لون اخر وهود المره الاولى كاين اللي يشرب يهود غا يغمس يبطبط الماء في رمضان في رمضان صافي راه الصهد راه قاضي عليه الوقت راه جابوا الوقت يدير لك صهد عايد غا يتسيب يبربر ما عاد يتقعد راسو عاد يطلع من العين الله يرحم الوالدين كيعود بغى يطلع صافي والسلام بقى باغي صيام لا والو ما بقات بالي بقات بالي شي سام هو سري تقطع ويبقى صعيب والو يبقى بلا ما الماء ما يفطرش انتم عندكم الماء يفطر لا لا احنا الماء ما يفطرش ما يفطرش ما هنيش كيفاش الماء هنيش هذاي ما واش فيه ما فيش نطيق سمعتيش السي عطيه ما يفطرش حيت ما فيش تلوك ما فيش نطيق حاجه اللي فيها نطيق هي الحاجه اللي فيها نطيق هي اللي تفطر الملك يهود لا والو داك كيتس الملك يهود بارد معجوف وفينا هي هذيك راه رحمه من رحمات الله والله يا ودي هذا كيفطر لا ما يفطرش لا حيت سقى العروق سقى العروق وفيه الذوق في الدوق والله يعطينا ويعطيكم واحد الخابية تاعت البرقوق قول باغي تعرق رمضان سيدي كان بنادم بكري ياكل مزيان ويصوم مزيان ياكل مزيان وكيصوم مزيان ويصوم مزيان اه الراجل دارت لي براد ديال اتاي باش يتسحر بيه قالت لي تتسحر وخلي لخوك براد فيه خمسة كيس ولا ستة السيد رقد ليه ضربو كامل ضرب البراد كامل شعطو جات المرأة قالت لي خليتي لخوك شي حاجة قال لها شربتها ستة أهو اللي قالت لي أنت شحال كنتي مبرف تشرب في خيمتكم 17 قالت لي قال لها شربتها ستة قالت لي أو أنت شربتي ستة كنتي مبرف تاكل تشرب 16 في خيمتكم أنت والسي عاطير أنا أول مرة قالوا لي غادي تصوم وأنا كشتي كانت عزيز علي الشباكية كيفاش قلتي لي كانت عزيز عليك الشباكية والنهار الأول غتصوم النهار الأول زيد بقى انا قال لا اول نهار كان رمضان يجي في الربيع كان شويه مرفق ايوا شافتني مالي الدار وقال لي ودي غتشد جيب لنا الحلوى مع واحد السيد تما في الدوار كيدير الحلوى ود الغد يصاوب الشباكيه ود الغد الشباكيه سميتو هذا مول السفنج ود الغد خو محمد شان عندكم هنا ولاد سي بن داود السفنج وليد سي عدو زيد ابو زيد واللي بريتي عليه زيد ايوا زيد حشيت الربيعات امشيت قلت له ودي عبر لي على الكيلو ديال الحلوى دار لي ديك المخرقه وهذيك المخرقه هي عدوتي انا ورانا صايم وراه الخمسه ودار لي في الخوا صبرت عيت وتكيت عليه مشي هذا المهندر قال لي فرحاني عيت هذاك الشبوي كامل ديري لي البايد ديري لي سميتو زعما راه سام النهار الاول وانا فين هو راه معلق الشباك مع الخمسه قلت لك هذاك هو مولا نهار لارو ما شتاش ما شتاش نسيتي عرقت وجيت واش غادي دير شحال عندك هذيك الساعه عمرك وا تكون تقريبا عندي شي 7 سنين شي 7 سنين او 8 باقي صغير في الدخول ديال المدرسه عاوتاني رجعتي هذاك النهار والله ما رجعت لي ماركاغط رجعتك مع الكاغط رجعتي لي مع الكاغط واسمع هو تفك منه ويرجعه الله يا مولانا 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 الله ي
تميسي كان معاً براك تنسى تضراً وشوفر تزيد حسناً والمنظر وعبي الحبيب مولاي محمد. يا ذي من ذينا سعدوهم من الفائزين وابي الحبيب سيدنا محمد. الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا هاي الرحمة يا محمد. هم لهم السابقين يبتحوهم حقا يقينا وفي الحبيب سيدنا محمد. الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا عين الرحمة يا محمد. يغيرهم من القصورة الله الله يا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عاش الملك. ريحه الدوار كيفاش هذاك الفقيه اللي وقفوا الجدرميه هو فقيه دابا وجا راكب على البشكليط والبشكليط مكري رجال الدار كانوا كيطلبوا الريسيبو زين وهو ما عنده لا ريسيبو لا والو زين الحاج حبسوه قال لي الريسيبو قال لي سي ما عديش شدوا معاد البشكليط جاي مول على الكاميو قال لي حطنا معك هذه في قيسر زين ركبوا مع المطر بجوج جاوا القيسر زين فقيه الحاج على الجدرميه قال لي ودي الله يرحم والدي رانا فقيه وراك عارف ما عندي شاي وما قال لي اتفقي قال لي قال لي زيد الايه الفلانيه قال لي اش غنقول لك سي بخلعتكم والله وحده ما بقيت عقلت عليها الجدرميه قبل خلعاتها في تيام بقى عقل والله لا بقى عقل شي حر الجدرميه بو تدخل مالك ما عمر شخمان شي واحد حصلته واكل رمضان في السوق كان عندنا واحد السيد مسكين الله يولي بالرحمه والمغفره كيفطر رمضان واللي يبغي كمي مره كيدوز بالحلوى ومره بالليمون كيفاش فاطر رمضان وزيدها بالدواز لا ما كيبغي يقطع واحد دابا داك الكميه اللي يبغي يقطع ما عندي ما بغيش دابا القارو بحال كيبغي الدكه زيد وديك الدكه ديال القارو مره يدير لي الليمون مره يدير لي الحلوى قدام لادامي لا كيعرف فين يمشي فين يمشي عندنا واحد السوق كيمشي لواحد البلاصه يقول لي المحكمه في المدينه زيد في واحد البيت تما فين يكمل مرديلك هما الاربعه حدا واحد الحيط سمعت ما عمرك حصلتيه لا واخا نحصلوا الله يغفر للجميع العار واحد اخر عندنا مسكين تو الله يرحمه كان ياكل هذا رمضان سمعتيني إيه؟ وين هو كيدير براسو بحال لا يبرك يلوح الماء فين في الخلا زيد يبدا ياكل يلوح الماء وملي حصلوا على السيد صاحبي جا عندي قال لي ايه الكبير راه حصلني سير ناكل واني صحابي رانا عندي السكر قال لي الطبيب ما تصومش سكر وما كاين لا سكر لا تاي لا فيه السكر مسكين بصح نيت ما يصومش داك عاد هو كيتستر لا رخصه من عند الطبيب هذاك دابا واخا سيبي سير ياكل عمرو كاين لا رخصه لا والو لا واش دابا العروبيه بعد العروبيه عندكم في السوق بعد يحصلوا شي واحد واكل رمضان ما كتعطيش نفسه
واش يشبعوا عقاد ولا وهو ما يقدش يديرها هو يخاف حتى دابا لما عرف شي مختلفين يبرك يفطر ما يديرهاش دابا عارف بلاصه فين يبرك باش ما يشوفوا توعد هذاك السيد اللي عاودتك عليه دابا كانوا الناس معايرينو كيتبعوه زيد حتى البلاصه اللي يخدم فيها شغله نعم ويخدم ويجي شغله هو كيدير راسو غادي يتسبرا هو راه غادي ياكل دروك ملي يقول لك راه غادي يحل ما تشك فيه غادي ياكل لا يقول راه نويدي كل وقت ووقته العباسي كيفاش قلتي لي واحد الدريه اختي راك بايو راجل على الموطور زيد غادي على الموطور سيدي وما حبسهم جدارميه ملي قال لي جبد الاوراق تاع زنزن ما تعرف ما يقول لي ما عرف كي داير يجبد الاوراق اشنا هي زنزن قلت لك يقول لي جبد الاوراق شكون هي السيده اللي وراك زنزن ما تعرف ما يقول هي جوية قالت لي مرتي العباس كيفاش طرا اليوم؟ هو ماشي هي راكبين على الموتور ما عندو لا اوراق ديال الموتور لا والو. زين؟ جاي يقول مع اختي انا جاي راكبه هي وراجلها هما يشدوهم جدارميه. شدوهم جدارميه قال لي جبد الاوراق تاع. قال لي ما عنديش الاوراق خليتها في الدار. واحد شويه قال لي هذه شكون هي اللي راكبه اوراق؟ زنزل ما تعرف ما يقول. كيقول انت شكون هي اللي راكبه اوراق؟ هي قالت لي وسيدي مرتي هذه. تلفت مزيكي تلفت هي قالت لي مرتي هذه على راجلها واش جدارميه اش داروا معاه؟ كله عطى على ظل وجهه كيسير في حكته شبعوا ضحك شبعوا ضحك وقال لي حيزيد في حكته العار انتم في الاستماع لبرنامج ريحه الدوار برنامج ريحه الدوار يقدم لكم بمساهمه مجموعه القرض الفلاحي للمغرب مجموعه القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم كيفاش قلت لي رمضان اش كان يديروا فيه الناس رمضان انا على عقولي السي عطير انايا صغير باقي صغير ديك الساعه 7 سنين كندرسوا في رمضان الراجل اللي صايم حنا دراري صغار كنرويو بالبهيم كنرويو وهذاك الراجل اللي كيلوح الدرسة ويدري القاعه صايم رمضان احنا دراري انا دري ودري اختي كنرويو كنشربوا جاي 10 لتر ديال الماء في النهار وهو يا النهار كامل هو كيدرس ويدري القاعه ويصفيها ويعبرها حتى يقول المدير الله كبار عاد يفطر وكاين اللي مقابلين الصقار كاين اللي مقابل الصقار كاين اللي كيصب من الصباح ملي تسحر يمشي يشد العتله يطير طير ويجي على راسه وهو شاد العتله الناس اخرين اللي كان على الطريق دوك مال المدينه كيدوز الطوموبيل كيقول لي داك راه فاطر هذا هو راه مطالع الى ربي كتشوفوا في الصباح تشوفوا في قبل ومع لقيته ديال الربعه واللور كيولي بن ولي بنادم اخر العتله وقول هذاك اللي قال لك راه فاطر هذا قول لي شي توقف عا وقف بلا عتله بلا والو ما تحوض ما والو اوقف هذيك الشمس اوقف هذيك الشمس هذيك الطنطينه هو راه خدام في البيرو بالكليما وخدام مينو تل عدو توقيت من 8 للجوج من جوج وانا عسيتي عد المدن وهذاش من الصيام عنده هذا وهذا قاد العروبي مع المديني في رمضان شكون اللي صايم دابا مزيان العروبيه علاش كنصبروا رمضان تمارا تقدر حنا نمشيو للسوق مع الجوج الليل تسحر في الدار تمشي للسوق تضل صايم خدام ما تفوت تيفوت العصر ما بقى لك نعاس ما والو واخا يكون الحراره واخا يكون كل شيء حتى يحل الفطور انا بعدا كنسمع مويل المدينه كيبقى فايق حتى الوحده يدير سحور وعشاء ينعس معتاد كان الخمسه ديال العشيه بحال صايم شحال صايم ثلاثه سوايع اللي صايم ثلاثه سوايع اللي صايم ورمضان مشى رمضان والدينا احنا بكري كان يشد جوج جا الحرث في رمضان يحرث في رمضان جا الحصاد يحصد في رمضان جا الدراس يدرس في رمضان وقول للمديني دابا قول لي جي تقاد مع العروبي قول لي شد معاه جوج ضل تابع جوج حرث ستات الخدامه في النهار خمسه على جوج حكا نسمو حنا جوج حوله جوج بغال ولا عوده وبغال ولا على جوج مذكره ولا عاد تراكتورات باش فايتينكم حنا فايتيننا بكل شيء فايتيننا بشي حاجه قليل حنا وعر منكم وجهد منكم وصح منكم فاش في كل شيء فاش في رمضان كيفاش رمضان كندوزوه بلي فور مثلا نخدموا فيه نشقاو ما نعسوش فيه بنهار ما نبركوش الخدمه
السعديد حق الفطور كندوزو ناكلو مع عروسنا تنشبعو على خواطرنا العشاء ديالنا السحور ديالنا. توما فايتينا في حاجه. شنو هي؟ فايتينا في الرياضه فقط والعباده. كتمشيو للجوامع تباتو سهرانين الليل كامل مالين المدينه. احنا عيد مغرقين ذنوب النهار. لا توما مكحلين هكشي علاش كتباتو فايقين. سمعتيني يا سي؟ تباتوا فايقين في الجوامع وبالفين ما تستيل شي مشيت سيبي عامر من طقطق السلام عليك. المعطي شكون اللي كان عندكم وكال في رمضان هنا معروف؟ كانوا يقولوا لي خليس العياشي كان طالب الله يرحمه الله يرحم جميع اموات المسلمين كان فاش معي. كان طالب مشى خرج معاه مشى كان الحصاد بحال دابا وما كانش الماكن وخرج لواحد الدوار مع واحد السيد يحصد معاه. داك السيد دا 10 وهو كمالت 11 حصاد 11 حصاد. الساعة اللي قدام الفدان دخلوا للفدان جاب لي من الغداء سايكوك. كان سايكوك هو اللي الغداء ديال مع الصباح فطور بحال الفطور. سايكك مع دوك العشرة هذاك الراجل سايكك مع هذوك الناس اللي معاه في الحصاد وعقب سايكك داك الشيء اللي سايكوه هما ضوبلوه هو سايكو راسه. الساعة اللي ذاك هو في ضد العشرة هو في ضد العشرة كان معاهم هما بعشرة وكان ماكلتهم بعشرة بوحدو. هاري يا سيدي دوك الناس تسخوشو بعد حس بيهم هو دارو بيه شد هو النص اللي غادي نبيه 10 شد هو النص وهم شادين 10 النص. هادشي في الطرف اللي غيحصدو في الطرف اللي البلاد اللي ساري حصدو فيها هو غادي بالنص وهما غاديين بالنص. عوهدو عوهدو في العشية قالوا للمول الفدان قال لي ودي تحاسب معنا. علاش؟ على داك السيد ما قدروا ما يعلموه إلا الله. قال لي تحاسب معنا. دار فيه هو ذاك السيد خليس العياشي دار في مول الفدان قال له خلص الناس خليه يمشيوا في حالهم. داك الشيء اللي عندك ديال القطارات نحصدوا راسي. هذا كان مركوب ولا راجل عادي بحاله بحالنا ولكن كان فيه الخير كان وطالب صحيح وتحاسب معاهم مشاو في حالهم. داك الشيء اللي كان عندك الراجل كملوا ما تلاش يدير ليه سايكوك عادي يدير ليه المسقي يفور ليه يدير ليه كسكسو. مالي فيه مالي فيه بالمعقول تكمل لي ذوك القطارات ونهار فضة معاه خلصوا في ذاك الأمانة ديالو زازاه زازاه زادوا الفلوس. قال له هاك سيدي تسهل. المعطي دابا كيكون الفقيه مشارط مشارط على طول العام. أييه بعد كيوصل رمضان القبيلة شي يديروا مع الفقيه. بعد يوصل سيدنا رمضان واخا مخلصين ليه الشرط كيحلقوا معاه حين تدوز بهم التراويح كيحلقوا معاه ديروا لي 10,000 ولا 100,000 فرانك ولا داك يعطيو لي ديك البركه هذه الفقيه زياده. هذه فلوس فلوس كاين الشطور. هذه المونه المونه اذا كان ما عنده ولاد شاي المونه كل يوم يفطروا كل نهار ديالو بفطوره بسحوره بعشاه. اذا كان بوليداته هنا ساكن معاهم في الدوار يمون راسو سمعتي يعطيو ديك البركه ديال الفلوس كيمون راسو مرته بوليداته طيب ليه ياكل في داره ياكل طيب معزز هنا معزز ما كاينش مهلين في الطلبه بالمعقول. صحيح. ولا كان رواسي شخماني مونو نهار انا المعطي مونو نهار مصطفى نهار سي محمد كذا كل يمونو من الفطور للعشاء للسحور. هذه هي العاده ديال ولاد السي بن داود. هذه هي العاده ديال ولاد السي بن داود. الشرط ديالو موجود. الكرام وزيد القدام. اللي 27 ثاني يحلقوا معاه. في العيد الكبير ثاني يحلقوا معاه. باش يعاون البهيمه ديال العيد العاده ديال البلاد. المعطي دابا الدري الصغير بعد يصوم عندكم النهار الاول اش كديروا ليه في العاده؟ في العاده ديالو سيدي ملي يصوم النهار الاول العاده ديالو كنتهلاو فيه كنديروا ليه شي واسمو البيض البيض كذا كما قال السي محمد قال داري لي البيض وكذا كذا وحليوات الشرقي وحليوات ونتهلاو فيه ونزعموه انت كول هذه هات تاكل هذه هات تاكل هذه وليدي راك صمتي والله يرضي عليك هات وليدي راجل جيد كذا كذا كنزعموه وكيديروا له الدعاء والدعاء الله يرضي عليك الله ينورك الله يسترك الى لا الى اخره. والدريريه يحنيوا ليه ولا صامت يحنيوا ليها ويديروا ليها واسمو وما درك راه ولا النقيش ما كانش النقيش ديك كان يدلسوا ليه رجله تال تال داك ويديها تال تال مرافقها ويديروا ليه حنينه ويرشوها ويبخروها وكل شيء يدوز سالم ويدوز متخم وتصوم رمضان برا وفرحانين وفرحانين. بعد السيد عندنا مسكين كان سقيطي ولكن هو المشكل اللي عنده ما كيصومش رمضان كاع كاع مهني الوقت الدنيا هاني واخا يكون كان يطيب فيه الجميل زيد ودابا رمضان جابك الوقت ديال كابوس النصارى واش راه واقيلا 50 دخل المراه
المرة هي ما ياش من العاجزين حط لي هذيك الخمسين بدأت تسلخ وتحط فيها الطبيسين. زين. العدد مثل اللي حقت 8 ولا 10 ويدخلوا. قال بسم الله الزوح الحدود رفهم ويقول مرأة أول. رمضان هذا. وقال لك كولي كربوسات ما حد بردتش والقلب اش فيه. والقلب اش فيه. اش قال له؟ كولي كربوسات ما حد بردتش والقلب اش فيه. شوفي النية اش قالت. السيد عندنا مسكين الله يرحمه كان ياكل بزاف. دابا مع الصباح المرة دابا كدابا الحراس اللي كيتم غادي كدير ليه خبزة ويدي معاه مثلا أتاي في القرعة ولا دابا السيد هز الخبزة صابها سخونة مازالش وحل شوية ضربوه ورجع مع الطريق قادر يصوب على الطريق يقول لي ما سليش واحد الخبزة في الطريق الله يرحم والدينا السيد. وقمطها في الطريق كيفاش قلت لي هذا كي ضرب الكورونا ودابا كياكل بزاف والخبزة نيت كورونا كبيرة كورونا وسخونة طلب دابا الخبز سخون مولا راه ياكلو ما يعقلش وخا يضرب ثلاثة على صاق الله يرضي عليك والخبز كان يدار كبير تدا يدخل لما كان كاين المره اللي كتسمى به المله سميتو المله كيفاش المله هذيك المله كيخبزوها وسط الرباط كتسمى المله كتسمى المله وين راه ما خاصها والو لا قعدت الله يرضي لك خاصها خاصها كيكفيو على القاده دابا شخمان انت واش باقي عاقل على رمضان في القديم كي كان واش تدا يدخل لما كان حتى نمشي ندير خوتي حتى ونفطروا بالقهوه والتقاليه ونشربوا الحريره جاو عندنا شي ناس ضيفان وكاينين شي دراري ولادي تبارك الله تما بلا ما نقول لك هذوك الناس ضيفان دابا ملي شافوا لك قضيه واحد منهم بعدا قال لك انا تعنت معكم وخا ضرتني المعده ودابا وعد السحور كنحطوا ثاني اللحم واش الدراري دوك اللي ما جايين ضيافه سيدي هو تيقول لصاحبو يلا موالف تاكل اللحم مع الخمسه ونسته ولا قال له عاد الدراري عاد شخمان قال يخرج من تحت المانطا ضرب طبسين وعقب رقده كيفاش؟ واحد الولد عند شخمان خرج من تحت المنطقة قام الطابسين وقعد مرقوع قبرقد الله يرحم الوالد الناس كانوا ياكلوا صحيح تدخل المالك ما حق لهم خيصوموا وخا يكون الحرام وكانت عندنا شي ماركة بكري كيسايكولي في المحاقن كيفاش قلت يا شخمان الناس كانت تاكل بزاف وكانت واحد الماركة عندنا كيسايكولي في المحاقن الراجل يسايكولي فيه محقن دابا ما يقدوا شيء مثلا شنو المحقن المحقن واحد الحجرة كيحفروا ويوردوا فيها البيب هذيك هذاك هو الطبسي لك الساعه لاموض هو الله يرضي عليك كره بنادم هازو ويشرب منه تا يدخل مالك وكيشرب من دلوسي بحال تبرد في عود الله يرحم الوالدين تا يدخل مالك والناس كانت تصوم وخا الحرنا وتا يدخل مالك والله ما يعقل كيفاش قلت لك يا شخمان دابا الناس كانوا واش ايام وتا بكري الراجل راه يفطر مزيان ويتعشى مزيان ويتسحر مزيان واش نتوما الدراري اللي يشربوا دانون وياكلوا باسطة باغي يصوم ولا يا ما يقدش يصوم والو والو ما كنت الفراخ ما لايقاش لا والو كتسيب واحد الوقت مثلا واش هو مثلا اللي كيبقى ناعس حتى الخمسة د العشية عنده شي صيام ولا والو الراجل راه كان يصوم ويمشي يخدم وما مسوق لا رمضان لا والو ما يعرف لا حرنا والو ايوا ني ملي يجي ياكل خاصك تدفع ليه بالمدرة كيفاش وملي يجي يفطر خاصك بحال تدفع ليه بالمدرة الله يرضي لك والله لا شبع بكوبي اوه ملي يتقعد مع الماكين الراجل كيشرب الجيطر تاع الماء مع الفطور راه عنده دات تاع عوده الله يرحم الوالدين وين الناس حتى النهار كان طويل اي النهار طويل لما يتسوقوا راه داير ريه وتور دابا عنده راه مسارجي ما يحس بشويه تاع التخطخيط يتنفس قلت الخمس عدايا شويه تحس بيه راه ترخص ديال الصباح حتى العشيه راه واكل شله الله يرحم الوالدين دابا الفطور باش يفطروها شخمان الفطور بكري كان اسيدي قال لي بالحريره قال له ولا شحال لا دابا الفطور الاول راه كيديروا القهوه والخبز مثلا وكاين اللي يفطر بالقهوه والزيت والخبز وكان لك هنا على الماركه ولا لك تعرف انا واحد كيشرب سبعه حريره شحال سبعه جبابن سبعه حريره ايه اخر ثمن هذا ما يعقلش كيفاش كان السيد خدام معاكم كان واحد السيد خدام معنا والوالد مسكين الله يرحمه دا لي يا سيدي براد وخبزه ودا لي سطل تاع اللبن ودا لي مع الطوه باش يدير سايكو هذا فطور هذا فطور دابا ملي الوالد مثلا دا لي قال لي زيد خلي الحاج تاكل قال له ودي كول دابا مثلا قال السيد راه غادي ياكل ويشيط يخليه شويه وضرب هذاك البراد وضرب الخبزه وكمل سايكو كساين قلنا الوالد تاش كاين الوالد وقال لك لطيف انت قال لك ضرب براد وخبزه قال لك ضرب الشيك تاع سايكو وبقى يتلحمس كيفاش يتلحم راك عارف دابا كيدوز نسالو على فموات باقي خاصو او كاين على الماركه كيلحق نسالو حتى النيفو الله يرحم الوالدين كيتلمد لحيتو يدوز مع نسالو وكيفاش هذا اللي قلتي لي ضرب جوج كي عرفو الدري خويا هو اللي غادي يعاود لك عليه دابا السيد كنعرفوه زيد صاحبنا مالو قال لك شرب قال لك ثلاثه جبابن ثلاثه جبابن الحريره ايه وجوج كيلو ديال الكرموس ديال السلام
الله يرحم الوالدين. إيه مع الفطور هي ديال رمضان. هذا ديال المسلمين. ديال المسلمين. ديال الكرم. إيه. أما ديال اليهود ما عاد شحال. ما نعرف كلها 100 ولا فايتها 100. العار. هذا على الفطور هذا. على الفطور. وعاد بقى داير المرقة في العشاء وعاد السحور ثاني بالمسمن والزيت. كاين ياكلوا بزاف وقت. ويني النهار ما يسيقوش الخبار واش كاين هو رمضان ولا ما. اه صحيح كيعاود كاع ما يدير فيه. ها؟ اه صحيح. صحيح. هذا اللي يتيزر. هما هادو ديال المدينه مساكن ما كاين تعال ايش داروا واش شي داري بيت الاول على قلب النهار كامل بغيت له السخان مرحبا الوالد اي كملها بالنعاس او كملها بالنعاس كمل النهار بالنعاس ما عاد والو بصح نين المدينه محاش عندهم صيام المدينه دابا داكشي ديال داروا واش ديال الريبي ما كاين كلشي داكشي اصطناعي كلشي كيت الاول على قلب داكشي ما كملش النهار بزز داكشي ديال الزفطر الرقمي لا والو ما كاينش بحال جنب الفارينا والمحراش والمرقة والبطبور ناس واكلة اي بزاف واكلة رزقها كيفاش قلتي لي الوالد مالو؟ الوالد عندي مسكين واحد الوقت رمضان دابا هذاك النهار فيه الغمام كتعرف مثلا إلا كان الغمام ما كتبانش لك الشمس راها مهودة ولا الوقت فين واصل ما عرفوش لا دابا المرأة عندي أنا غادي تحلب الوالد سول دابا الفقيه كيقرا قال لي هو واش تي هو ودن دابا هي غادية قالت لي ما عرفتش سير يقرا ولا سير يودن هو جات في الاخره في ودن وهذيك الاخره ديال راه ودن زيد على الحاق ضرب واحد الكاس تاع القهوه وبدا يصلي وبدا يكمي وانا نجي والوالد تاش كدير باقي الوقت قال ياو قلت له والله لا باقي تقريبا حتى على الساعه ونص قال لي راه امك تيا شربت قهوه قالت لي يا لطيف قال لي الله ينزلنا على الكد الله يرحمه مسكين الله يرحمه مسكين كيفاش قلتي لي هذاك اللي جابوا لي نهار العيد دابا واحد السيد دابا هو في الخلا هما كيديو لي الماكله ديما ولكن هو ما عارف واش راه كاين رمضان ولا ما كاينش رمضان والو والو هذاك النهار كيديو لي الفطور هما كيديو لي مثلا راه غادي لي بالخبز وتا كيصحابو راه تا ولا كيديو لي شي حاجه كيقول راه ما هذا عشايا وفطوري والسلام ما يسول حتى حاجه هذاك النهار عدم العيد داروا المسمن دهنوا لي البطبور اه دابا ملي داو لي المسمن قال لي او كما ما جي عندكم شي حد وقال لي راه رمضان كبر اليوم العيد والله يا ودي يقولوا لنا قال لي واخا نصوموا حنا 4 ايام ولا 5 ايام ما فراسوش هو ما فراسوش كاع رمضان ردات والنهار طويل اسيدي في رمضان والخينا كيدير ديك طابه في رمضان كينفح كينفح زين ايوا ما نادوش بكري باغي نوضو الصحوح ما الصحور ما نادوش بكري اغفلهم اغفلهم ما نادوش بكري قال من تنوضو لي بغيتي شوفي الحال واش فجر ودار الفطر ديال طابه داروا فيديو باش يوجد باش يوجد قال لي نوضي شوفي الحال واش فجر ولا باقي ملي خرج الدريه صارت الحال فجر قالت لي با الحال فجر با هو يدير ديك طابه قال لها لا بغى يفجر الله يفجر باباه دوز النفع على نيفو دوز النفع على نيفو قال لها حايدي قال لها لا بغى يفجر الله يفجر باباه دابا انت ما يغلبكش رمضان لا ما يغلبني ما يجيكش النعاس وتقول والو الله بخير وعلى خير بصح نيف ايه 12 فوق ما كاين 12 سمعتيني العروبيه عندنا حنا الانسان اللي ما فيش فيه 12 عود الله يرضي عليك 12 عاود تبارك الله مصمرين ولا بلاش يتصمروا ولا يقعدوا زين الراجل كيصوم كان الناس كان الراجل البكري الا تخاصم هو مرته كيصوم متلوته 3 ايام هو صايم 3 ايام هو صايم ما ياكلش ما يذوق يجيبوني بحال خدمه الجمل راجل مسكين انا يصوت واقف اقعقع بحال خدمه الجمل والله ما آه. 3 ايام عادي 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 ياكل وعادي يشرب كيفاش قلتي لي اخوك جا من السوق الدري خويا دابا جا من السوق في رمضان هو ينعس دابا ضرب بحري في جايان جا نعس هو كزير اه ودابا نعس ما فاق تقرب المغرب هو نوض يجري عند مي تقول ما فيقتينا قال لي بنتنا بلا سحور قال لي غادي قال لي ما باغيش تصوم ولا شنو هذا ما بصحني الواقع ما التليفون هو حاضر وراه صاحب راسو قد وصبح الحال وكل شيء شي نعس اش يدير نعس خو الموت انت داخل مالك واحد الفقيه كان صارت في واحد الدوار ما تلاوش بغا يخلصوا لي الشرط فهمتيني قالوا تقادوا لي دابا غادي يدوا لي عصا يكوك في الفطور في الغداء في العشاء والفقيه دابا باغي السلام قابلينها بالجاري صافي هو ما تلاش يسول تا هو شدوا على الكناش سمعتيني كيقيد فيهم كيقيد لا ما يقيداش يقول هو يكتفي عصا يكوك حرام سايكوك حرام سايكوك حرام لمن يقولها كيكتبها راسو في الكناش ما يقولها لحد زين ودابا الناس من اللي ما صابوا مات لا بغا يمشوش هما يدعيو على القيد قال لي الساحل الفقيه مات لينا تقادنا معاه ما بغاش يمشي في حالته
قال لي جيبوا لي، قال المقدم جيبي لي. والفقي دابا هز مع داك الكناش اللي معمر فيه قال لي هذا سايكوك حرام سايكوك حرام. قال لي الفقي مالك مع الجماعه؟ اي نعم اسيدي ما مالي معاهم حتى حاجه انا دابا ما المنارة مولاو دايرين ليا عصايكوك فطور غدا عشاء والحجه بيني وبين ميا كاينين. ولقيت شد كناش بدا يقرا فيه كيصيف هذيك سايكوك حرام سايكوك حرام وين يروح الكناش؟ قال لي شنو هذي سايكوك حرام؟ قال لي تطير لك في القرايه ولي منه فطور وغدا وعشاء. قال لي التطيرات ولك على القرايه على القرايه هما اللي كياكلوا ما يطيب راسك قال لي راه فطور وغدا وعشاء. قال لي انا اللي فطور وغدا وعشاء ما طلعت ليا براسي تطلعت لك على الكتبه. كيفاش نعطي هذاك اللي دارت لي المراه البطبوط هذا الطيب السحور المراه هذيك اي دارت لي شي شيارات جويدات دهنتهم ونوضات ودارت اتاي نوضاته قالت لي سير غسل وجهك سير مشات هي رجعت للكوزينه قالت لي سير غسل وجهك مشى غسل وجهه جا الكلب حاشاكم هز المسمنات وكالهم ما بقات حتى حاجه. الراجل جا صاب الكلب كان المسمنات شد واحد القنبله حالي في عنقه دار لي سريفه وبرك هو ويعد الباب. المراه بالرافع الراجل فين مشى الراجل تطلع النهار صابت وبارك عند الباب شاد الكلب مالك هنيني ما دواش معاها مشات لعند الفقيه قالت له وديت على الراجل ولا قيل راه تقاس على شي مسمنات راه كانوا مليل كرمه يمكن راه تقاس راه ما دوا ما تعاش راه تطرش جا لعند الكلب قرا على السيد يلاه مات يلاه قال لي طلق الكلب قال لي والله ما انطلقوا وهو تسحر ما يمشي على ما كمل النهار. الله يرضي عليك الكلب اللي تسحر قال لي صوم معنا تا هو يكمل النهار ديالو تنوريه يقرب الخبز تنوريه اش لحقول المسمنات خلانا بلا سحور تنوري بوها شنو السبب تخلانا بلا سحور ما يمشي على ما صام نهارو باغي يشدو تيكمل النهار تيكمل النهار كامل وهني راجل عفريت هذا داودي هذا لا من الزمور شخمان دابا بنادم علاش كيفيق بنادمك علاش كيفيق في السحور واش يفيق على الفروج ولا يفيق على المدن ولا يفيق على هذيك الساعه ما كانوا مواقن دابا الانسان دابا ما كانت مواقن الانسان اللي كيبدا يهلل الفقيه حتى دابا جوج مرات كيهلل المره الاولى بحال كيفيق الناس زيد والمره الثانيه خاصهم يجمعوا رسوم بان راه قريب يأذن دابا في المدينه فيها النفار نعم أيه. انتم واش عندكم حنا عندنا كيتسمى الهلال زيد دابا في الاول الاولى مدي يهلل بحال كيفيق الناس باش ياكلوا لي قسم الله ولكن ملي بدا يهلل الثانيه بحال الانذار كيقول لك مثلا جمع راسك راه ما بقى والو يودن زيد وعندنا السيد فاق هو ومرته فاتيني فاق ما سمعوا لا هلال لا يديك لا يخليك فاقوا معطلين الراجل جاي يطلب حكوا قال لمرته قال لها انت خليتينا بلا سحور وقال لي ما غنصوموش بلا النهار اه واش بان الضو نيت باين الضو زيد هو يدخل لواحد البيت خرصه ومظلم قال لي راه لهنا راه باقي الصحراء داري لهنا ودخل هو ويا البيت اللي بدا فيه الظلمه هذا تسحر قال لها اجي هذا راه باقي سحر باقي سحر باقي الليل بدا فيه الظلمه اجي هذا راه باقي فيه الليل اجي نتسحر على خاطرنا صباح الحاله في جهه اخرى ما هذا راه باقي الظلمه هو في دوله اخرى هو اللي زوينه هو اي اري اللي نرى هذا باقي سحر باقي سحر باقي الليل الله يرضيك باقي لا طاريه الكاش خمويني وانت انا نسول انا مالي لحق لي حد خطفوني عوارجي راه طول كيفاش؟ الطاول مرة حق لي ما نصوم والو الله يرحم والديك ايوا شنو؟ الطاول اللي خاطفك الطاول صافي باقي باقي بحال كيما المركة اللي قال لك معطيك بولا يصوم نص النهار الله يرحم والديك خاصك تخيط كيفاش قلت لي دوار شارت فيه فقيه هو يسكن مع واحد اليهودي هذاك اليهودي قال لي شوفوا سيدي انا تانا نهز معكم الشرط ديال الفقيه والمونة عاد يستعجبوا الناس او هذا يهودي بغى يهز معنا الشرط والمونة ايوا بقى غادي معاهم كيخلص معاهم الشرط ولكن النهار اللي جات النوبه ديال المونه ماشي جاب الفقيه اللي قسم الله الجامع دا عنده الدار كرمو مزيان بلا ما نقول لك فروتا شي ديال ديسير الاكل داكشي ما ندويوش ساعات اللي بغى الفقيه يجي بحال هو جبد لي 4000 ولكن العربيه عندنا ما عندهم قالت لي بقاو منوين قالوا زقوا الله نتسناو الفقيه يجي مع ديولي شو دار معاه على حق الجامع صار مع 4 ولا 5 يتسناو فيه ونظر اخويا دار معاك اليهودي قال لي لا تقليدي ولد عمي كوستكم تكونوا يهود كلشي تعرف الهاسه اش كدير ياك